إن مرونة وانسيابية الخطوط المشكلة للكتلة تسمح لعين الناظر بتلمسها تدريجياً لتكون مشهداً بصرياً تتماهى عناصره صعوداً لتشكل وحدة متكاملة عبر تنظيم مجموعة من العناصر داخل إطار حاكم من العلاقات يحدد كيفية تواجد هذه العناصر بالنسبة إلى بعضها. منطلقين من رؤيتنا بأن الارتفاع هنا يتطلب مساراً حركياً مستمراً يستقر في نهايته ضمن تشكيل نحتي متدرج، على أن كل ذلك يجسد مفهوم العملية التشكيلية المرتبطة بهدفين أساسيين هما الانتفاع والجمال، عبر أشكال صريحة دعمت وضع قواعد إنشائية واضحة من خلال مواد ونظم البناء المستخدمة. إضافة إلى أن التشكيل المعماري خدم الوظيفة ضمن مفهوم الانتفاع في مجال عناصر الطاقات المتجددة.